الإعلان الرسمي عن افتتاح الدورة 15 للألعاب الرياضية العربية الجزائر 2023، نتشرف بدعوة سيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن تحت تحياتكم. Ladies and gentlemen, please welcome our esteemed Prime Minister Ayman bin Abd al-Rahman, who will officially open the 50th edition of the Arab Sports Games. His presence here today highlights the significance of this event and his commitment to promoting sportsmanship and unity. بتحية كبيرة من طرف السيدات والسادة الحضور، نستقبل على المنصة السيد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. Let's give a warm welcome to the Prime Minister Ayman Abd al-Rahman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدات والسادة أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، الأسرة الرياضية والوفود المشاركة، الأسرة الإعلامية، الجمهور الجزائري العظيم والجمهور العربي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي السعادة والسرور والشرف أن أشرف باسم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على افتتاح هذا العرس الرياضي العربي الكبير، وأن أرحب ترحيباً حاراً بأشقائنا الأعزاء الذين توافدوا إلى بلدهم الثاني الجزائر، وما أدراك ما الجزائر، للمشاركة مع إخوانهم وأشقائهم في منافسات الدورة 15 للألعاب العربية التي أريد لها أن تتزامن واليوم الذي تحيي فيه بلادنا الذكرى 61 لاستعادة استقلالها وسيادتها على أرضها الطيبة. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، أيها الجمهور العظيم، لقد استطاعت بلادنا أن تساهم بنجاح في لم شمل أمتنا العربية وتوحيد كلمتها وإعلاء صوتها من خلال استضافتها للقمة العربية في الفاتح من شهر نوفمبر الأغر من السنة الماضية التي أريد لها أن تتزامن هي الأخرى وتاريخ اندلاع ثورتنا المجيدة ونضال شعبنا الأبي الذي قدم تضحيات جسام من أجل تحرره وانعتاقه من نير الاستعمار البغيض. وها هي اليوم تشهد بفخر واعتزاز احتضان فعاليات الألعاب الرياضية العربية، والأمل يحدوها للمساهمة من خلال هذا الحدث الرياضي المتميز في تحقيق المزيد من التقارب والألفة والمودة والتعاون بين شعوبنا وبلداننا التي لديها من المقومات والإمكانات ما يجعلها قوة ضاربة في هذا العالم الذي لا مكان له للضعفاء والمشتتين. وحرصاً منا على تنظيم هذه الدورة تنظيماً جيداً ولائقاً بأشقائنا، فقد عملنا تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتوجيهاته السديدة على ما يجعل الدورة 15 للألعاب العربية من أنجح الدورات وترقى إلى مستوى تطلعات الوفود الرياضية المشاركة والشعوب العربية الشقيقة وفي مستوى المنافسات الرياضية الدولية. ولهذا الغرض تم تعيين 5 مدن من أجمل المدن الجزائرية بامتداداتها التاريخية والثقافية والسياحية، ممثلة في الجزائر العاصمة وهران، قسنطينة،
عن نابا وتيبازا، كما تم تسخير كل الإمكانات والمرافق والوسائل الضرورية لإنجاح العرس العربي واستضافة الوفود العربية المشاركة من 22 دولة عربية ومشاركة 3000 رياضي وتقني من مختلف التخصصات، من بينها تخصصات خاصة بذوي الهمم. أيتها السيدات الكريمات، أيها السادة الأكارم، لا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد التأكيد على أن الألعاب الرياضية العربية في الجزائر ستكون فرصة للإخوة العرب للتواصل الحضاري وللوقوف على ما تزخر به بلادنا من مقومات تاريخية ورياضية وسياحية متميزة تعكس مكانة الجزائر داخل البيت العربي وعلى الصعيد الإفريقي والدولي، مثلما ستكون فرصة للإخوة العرب للتعرف أكثر على الشعب الجزائري المحب والمعتز بانتمائه العربي. ولا شك أن هذه الدورة سترسخ ذكرى طيبة حول الشعب الجزائري العظيم المضياف والدولة الجزائرية التي ترحب بالجميع في كل الأوقات. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أعلن باسم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن الافتتاح الرسمي للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية في الجزائر، متمنياً لكل الوفود المشاركة أداءً رياضياً متميزاً ومشاركةً موفقة في ظل روحٍ رياضيةٍ عالية، كما أتمنى للجميع إقامةً طيبة وقضاء أوقاتًا ممتعة خلال مختلف المنافسات الرياضية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاشت الجزائر، عاشت الجزائر، عاشت الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً لسيادة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن، أعلن رسمياً باسمه واصلة عن نفسه ونيابة عن السيد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون عن افتتاح الدورة 15 للألعاب الرياضية العربية الجزائر 2023. ريم، أود أن أستمع لأكبر تحية من طرف الشباب الحاضر معنا وزغاريد حرائر الجزائر. Thanks to the Prime Minister, Mr. Ayman ibn Abdul Rahman. The 15th edition of the Arab Sports Game is officially open. تم الافتتاح الرسمي لهذه الدورة، ومن تقاليد وعادات الألعاب الرياضية العربية نستمع إلى قسم اللاعبين. نتشرف بدعوة رياضي جزائري ممثلاً عن أسرة اللاعبين المشاركين في هذه الدورة. تحت تحياتكم نستقبل البطل الرياضي إلياس عاشوري. Let us witness a solemn moment as our athletes and jury members step forward to take the athlete's oath and the jury's oath. These pledges signify their commitment to fair play, integrity, and the principles upon which the Arab Sports Games are founded. I invite Ashur Ilyas, esteemed volleyball player, to come forward and represent the athletes as he takes the athlete's oath on their behalf. رحبوا معي بالبطل الرياضي في كرة الطائرة. تحية كبيرة من فضلكم شباب. إلى الرياضي إلياس عاشور سيؤدي القسم نيابة عن أسرة اللاعبين الجزائريين والعرب. تفضل إلياس عاشوري. السلام عليكم. أقسم بالله العظيم أن أشترك في هذه الدورة محافظاً على الأخوة العربية وعلى الروح الرياضية وملتزماً بأنظمة الدورة، والله على ما أقول شهيد. تحية الجزائر.
شكراً. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. ريم، حضورنا الكريم، مشاهدينا الكرام، قام اللاعب والرياضي إلياس عاشوري بأداء القسم نيابة عن أسرة اللاعبين المشاركين، ودون إطالة نمر إلى أداء القسم الخاص بأسرة التحكيم التي ستشرف على الدورة 15، ونسعد بدعوة الحكم في رياضة الكاراتيه عمر ربحي تحت تحياتكم. Thank you, Ashwar Elias, for your commitment to upholding the values of these games as representative of all athletes. Now I call upon Rabhi Omar, esteemed karate referee, to step forward and represent the jury as he takes the jury's oath. يتفضل تحت تحياتكم الحكم الجزائري في رياضة الكاراتي نيابة عن أسرة التحكيم المشاركة في هذه الدورة السيد عمر ربحي. Please welcome عمر ربحي. السلام عليكم. أقسم بالله العظيم أن أشترك في هذه الدورة محافظا على الأخوة العربية وعلى الروح الرياضية، ملتزما بأنظمة الدورة، والله على ما أقوله شهيد. شكرا. شكرا جزيلا لكم، ونتمنى لكم التوفيق. الحكم عمر ربحي وكل أسرة التحكيم المشرفة على فعاليات الدورة 15 للألعاب الرياضية في الجزائر. Thank you, Rabhi Omar, for your unwavering dedication to maintaining the integrity and fairness of these games as representative of the jury. Thank you to our athletes, Ashwar Elias, and our jury member, Rabhi Omar, for taking the oaths and embodying the principles of fair play and sportsmanship that lie at the core of the Arab sports games. أكيد الروح الرياضية والروح العربية والروح الأخوية ستسود المنافسات طيلة هذه الفترة تحت شعار بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي. سيدتي سادتي مشاهدينا في كل مكان عبر الشاشات الناقلة لهذا الحدث الرياضي الكبير، تابعتم معنا الجزء الأول من مراسم افتتاح هذه الدورة. ندعوكم للبقاء معنا، سنلتقي بعد دقائق معدودات لمتابعة العرض الفني الباهر الصميم. نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. Ladies and gentlemen, to continue this memorable evening, we have a special treat in store for you. Brace yourselves for a breathtaking show that will light up the sky and mark the official commencement of the 15th Arab Sports Games. نلتقي بعد لحظات. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. Long live Algeria!
5. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعدائنا، اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك تحية الجزائر مرة أخرى، تحية للجزائر. Ladies and gentlemen, welcome once again to the grand opening ceremony of the 50th edition of the Arab Sports Games. نجدد التحية للسيدات والسادة الحضور كل باسمه ومقامه، ومشاهدينا الكرام في كل مكان عبر القنوات والشاشات الناقلة لهذا الحدث الرياضي العربي الكبير من الجزائر. نرحب بكم هذه المرة في عرض الافتتاح الرسمي للألعاب الرياضية العربية. سيداتي سادتي مشاهدينا الكرام، في الحقيقة هو عبارة عن رحلة عبر الزمن في التاريخ الجزائري، رحلة إلى الماضي القريب وكذلك الماضي البعيد، وحتى الماضي البعيد جدا إلى آلاف السنين قبل الميلاد. أين ندعوكم للغوص في صفحات التاريخ، شواهد على مهد الإنسانية وأخرى على تعاقب الحضارات، حضارة بعد أخرى، كل حضارة تركت الأثر دون أن تؤثر في تمسك الجزائري منذ الأزل، تمسكه بثوابته وثوابت الهوية الجزائرية الأصيلة. Ladies and gentlemen, today we gather to celebrate the cultural heritage of Algeria, a nation rich in both material and immaterial treasures that span centuries of history, from majestic architectural wonders to vibrant artistic expressions. Algeria stands as a testament to the beauty and diversity of human creativity. Algeria's material heritage of architectural marvels preserving the stories of civilizations that have shaped its lands. The Kasbah of Algiers, with its streets and traditional houses, the ancient Roman ruins of Jmila, Timgad, and Tipaza stand as testament to the country's historical significance as part of the mighty Roman Empire. And the rock art and prehistoric engravings of Tassili Najer National Park provide a window into the ancient civilizations that once thrived on the Algerian soil.
وكما ذكرت ريم باللغة الإنجليزية، أعيده وبكل فخر باللغة العربية. في العرض وقفة عند التراث الثقافي المادي الجزائري المصنف ضمن قائمة التراث العالمي المادي للإنسانية لمنظمة اليونسكو، قلعة بني حماد بولاية مسيلة. مفضل لكم تحية كبيرة. المدينة الأثرية تيمقاد ولاية باتنا، وادي ميزاب ولاية غردايا، تاسيلي ناجير ولاية إليزي وولاية جانت. المدينة الأثرية للآثار الفينيقية والرومانية والبيزنطينية لولاية تيبازا. المدينة الأثرية جميلة ولاية سطيف، وقصبة مدينة الجزائر بولاية الجزائر العاصمة. But Algeria's cultural wealth extends beyond the tangible. It resides in the material woven into the fabric of everyday life. Berber culture, with its vibrant music, dance and festivals, showcases the resilience and traditions of its people. The craftsmanship of Algerian artisans, seen in their pottery, ceramics, and metalwork, tells stories of heritage and artistry. Traditional clothing like shawi and qbayli, attire adorned with colorful patterns and intricate, represent the diversity and pride of regional costumes. أكيد العرض سينطلق بعد قليل وعنوانه صميم، وفيه كذلك وقفة للتراث اللامادي الجزائر المصنف كذلك ضمن قائمة التراث العالمي للإنسانية لمنظمة اليونسكو، وإشارة إلى أهليل القرارة لولاية تيميمون. الزي النسائي لتلمسان ومنطقتها بولاية تلمسان. ركب ولاية سيدي الشيخ ولاية البيض. سبوع النبي ولاية تيميمون. كيانين الماء توات قرارة تتكلت ولاية أدرار. إمزاد نساء طوارق هاد التراث المشترك، بالإضافة إلى المعرفة والمهارات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الكسكس كذلك تراث مشترك، بالإضافة إلى سبيبة بولاية جانات، وفي انتظار تصنيف القندورة القسنطينية ولباس الشرق الجزائري تم تصنيف مؤخراً الراي كغناء شعبي في الجزائر. Lastly, Algeria's cultural heritage finds sanctuary in the vastness of the Sahara Desert, where nomadic communities preserve traditional costumes within a tapestry of life in harmony with nature. سيداتي سادتي مشاهدينا الكرام، العرض الفني صميم يقام تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة للطبعة 15 للألعاب الرياضية العربية من تصميم وإخراج موسى نون. تحية من فضلكم لموسى نون وكذلك الفريق الشاب الذي سيعتلي هذه المنصة. عرض صميم من إنتاج شريك الإبداع في الجزائر، الديوان الوطني للثقافة والإعلام، مؤسسة تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون الجزائرية. العرض جزائري 100% من توقيع شباب جيل استقلال الجزائر من شتى روافد الإبداع والثقافة والفن. تحية لشباب الجزائر. Ladies and gentlemen, now brace yourselves for a spectacular artistic performance that will captivate your hearts and ignite your imaginations. Prepare to be dazzled as we present an enchanting show that celebrates our rich cultural heritage, artistic expression, and the power of unity. سيداتي سادتي مشاهدينا الكرام، الرحلة عبر الزمن تنطلق الآن في عرض صميم. تحية كبيرة. Let's travel in time.